لكن احنا كجمهور نادي الاهلي عايزين نرجع، وهنرجع ان شاء الله، وهنرجع بسرعه جدا من النهارده باذن الله باذن الله. تعالوا بسرعه اقول لكم اخبار النادي الاهلي. الاهلي بيكثف اتصالاته مع وزير الرياضه لحل ازمه الجماهير. يعني حاجه مش مفهومه، انا عن نفسي مش فاهمه، حاجه مش مفهومه. جماهير نادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفينها احنا محتاجينها جدا. ما اعرفش ايه السبب، ان اصل التيكت مش عارف راح فين، عشان يتمضي من مين، وعشان احنا نقعد نجري وراه لغايه ساعات قليله، مش عارفين التيكت فين، مش عارفين الجماهير هتروح ولا مش هتروح. 3500 مشجع اهلاوي، مش عارف بصراحه، انا مش عارف بصراحه. جماهير الاهلاويه، تعالى سمير، الجماهير الاهلاويه ملتزمه جدا في الفتره الاخيره. الجماهير الاهلاويه ماشيين يعني زي ما الكتاب بيقول في التشجيع. الجماهير الاهلاويه لا بتحدف ازايز ولا بتعور حد ولا بتشتم ولا بتهتف ولا اي حاجه. فمش عارف ايه المانع يعني بصراحه، يعني انا مش عارف ايه المانع، مش عارف ايه المانع ان 3500 مشجع اهلاوي من 70 مليون مثلا ولا 60 مليون اهلاوي يروحوا ورا فرقته ويشجعوا، وانتوا عارفين النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي محتاجه جماهيره جدا جدا دلوقتي، لكن هم بيسمعوا صوتهم حتى لو ما راحوش. مش دي المشكله، المشكله ليه ما يروحوش؟ ليه؟ ايه السبب؟ ايه المانع؟ انا مش عارف جماهير النادي الاهلي بصراحه، يعني ايه السبب ان كل الموضوع ده يحصل؟ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي بيجري اتصالات مكثفه بالسيد الوزير دكتور اشرف صبحي وزير الرياضه لحل ازمه الجماهير. ايه هي الازمه؟ انا مش عارفها. ويستعاد حقها المشروع في حضور المباريات، حق مشروع، ومشروع جدا كمان، مشروع جدا. احنا بنشوف جماهير بترمي ازايز وبتشتم وبتعمل كل حاجه ومفيش اي حاجه خالص. ايه جماهير الاهلي مالها يعني؟ احنا مش هنفضل طول عمرنا نقول حاضر ونعم، يعني في صوت، وصوت كبير جدا كمان، وصوت يخوف. فيعني لجماهير الاهلي تاخد حقها الطبيعي جدا انها تحضر ماتشات فريقها، مش اكتر. مش عايزين حاجه، مش عايزين نقول مثلا 10000 و20000 و30000، احنا عايزين النسبه اللي انتوا حطيتوها. ايه السبب ان هم يتاخروا؟ وايه السبب ان التيكت يتاخر؟ مش فاهم، انا مش فاهم بصراحه، مش فاهم بصراحه. بنشوف نماذج يعني حاجه جميله جدا، بنشوف حاجه جميله جدا. النماذج اللي بنشوفها من التشجيع ازايز وشتيمه وضرب وكل حاجه، ومفيش حاجه خالص، مفيش حاجه خالص. لكن جماهير الاهلي التزمت التزام تام بكل حاجه وفي كل حاجه وبكل التعليمات. ايه المشكله بقى؟ واحنا اللي بننظم كمان، ايه المشكله بقى؟ مش عارف.